استوديو الاستوديو انا ذكرت تحديدا سلمان الفرج، لانه من اللاعبين اللي عنده القدره انه هو يتحكم في الكوره على الارض، عنده رؤيه للملعب. احمد عطيف كان وجوده ايضا مهم، لانه احمد عطيف من اللاعبين اللي ممكن يسوي لك فرق، وممكن يعني خلينا نتكلم انه احمد عطيف من اللاعبين اللي ياخذ الكوره وبيروح لقدام بالكوره والكوره في رجوله على الارض. ترى من اخطاء ريكارد الشوط الاول فقط سلمان الفرج، لان شفتك ترددها اكثر من مره الان. لا مو اخطاء، هي مو اخطاء طبعا، هذا وجهه نظر، هي مو اخطاء نهائيا يعني، لكن انا اشوف، انا وجهه نظري انه انا اشوف انه سلمان الفرج من الظلم انه هو ما يكون مشارك طيب مع المنتخب. طيب ابو عمر، ليش ياسر القحطاني هو من ينفذ الضربات الحره القريبه من المرمى؟ والله هذه برضه احنا شاهدنا هذا الشيء، يعني ياسر من اللعيبه اللي يتمركز داخل ال18 بشكل ممتاز، لاعب هداف. انا اتمنى انه مو ياسر للعب الكرات الثابته، طبعا هو اكيد تكتيك مدرب واكيد هذا طلب من المدرب. يعني اذا عند ناصر الشمراني ما يضرب هيد، واذا عند ياسر القحطاني هو اللي بينفذ الفاول، معناته انا بعتمد بالهد على مدافعين، على ثلاث لاعبين تقريبا او اربعه مع معتز الموسى وكريري واسامه تقريبا اربع لاعبين هم اللي ممكن. طيب.